طيب نموذج بقى الأخير، امرأة الميزان ورجل الأسد، سمية الخشاب وأحمد سعد. جيد جيد جيدة جيدة. طب كويس جيدة. الأسد بيفتخر. طب مين أقوى عاطفيا من التاني؟ ما في أقوى، لك اتنيناتهم عندهم شوية جنون، اتنيناتهم عندهم زي ما بتسميها جنون، عندهم شوية فانتازي، عرفتي يعني مزاجيين اتنيناتهم. الميزان من الصعب إرضائه، الميزان عطول هيك. الأسد بحاجة دائما إلى التطمين انه هو العظيم، هو العجيب، هو اللي هو الحلو، هو الاحلى واحد. احنا عايزين توقعات بقى ايه ليهم عشان هما لسه عرسان السنه دي بقى. الاسد بده ينتبه بأي شهر مايو، من مايو لتقريبا شهر اوغست عنده فتره شوي دقيقه. خد بالك يا احمد سعد، من مايو ويوليو واغسطس، خلي بالك ونص اغسطس بكره اكل حلقه. هي بتشوفها هي عنده شوي صعب، بس الميزان عنده مشكله في مارس وفي ابريل. من نص مارس تقريبا لنص مايو، نص مايو الميزان، يعني هو ببلش المشكله بعدين بيرجع المشكله تنتقل عند الاسد. طيب في الكنترول بقى هلا فاروز السينيور بروديوسر بتاعت المحطة بتسأل سؤال مهم جدا عشان دي حبيبتنا كلنا فلازم نسأل لها. اسألي بدك اياه. انا هون بتسأل عن امرأة الحوت ورجل العقرب. عظيم، جيد جدا بالاجمال. انبسطي يا هلا بقى. برجان مائيان يتفاهمان بدون كلام، مش عايزين كلام فعلا، بدون كلام ومتفاهمين متفاهمين جدا. الحوت والبرجان مائيان يعني، بس ما يتدخل فيهم الأقارب، ما حدش ما يخلوا حدا يدخل بيناتهم ولا الأصحاب. ينتبهوا من حدا يعني يجي، لازم ينتبهوا جدا، لأنه البرجان المائيان مثل بعضهم يجب أن لا يتركوا الآخرين يعطوا رأيهم فيهم، يعني ما يخبروا أخبارهم لحدا. على كل حال هن الحوت والعقرب ما كتير بيحكوا عن حالهم، مثل ما قلنا هن متكتمين، يعني بيعرفوا يحافظوا على أسرارهم. طيب هندخل بقى في أسئلة.